يا صيدنا يا سقفك المفروش غنان الفضا من صوتها مطوش كرومك لخير الكون بحبوحة أهلك سجر بالأرض شك شروش نجومك عنا غيومك كتابك بالسماء مفلوش وديرك خوابي عطر مفتوحة لملايكي بتنزل علي برج الجرس بالدير الدوحة بإيد الصخور العالي مكموش كاسك يا ضيعة نص الدنيا بجناحها بتحوش كل ما تنحنحتيش نحنوحة كل ما تنحنحتيش نحنوحة جبال البحر عم بتفوت. صباح الخير لكل مشاهدي الإخبارية السورية وين ما كنتوا عم تتابعونا بيوم جديد إن شاء الله يا رب هاليوم يحمل معه كل الخير وكل الفرح لكل الناس وأهم شيء كل الصحة دفوا حالكم منيح بهالمنخفض وإن شاء الله يا رب يكون يومكم مثل ما بتكون وأحلى. صباح الخير ميسان. يسعد صباحك ليا. كيفك اليوم؟ منيحة وأنت؟ الحمد لله. يسعد صباحكم مشاهدينا. إن شاء الله هاليوم يحملكم كل الخير المحبة والسلام. إن شاء الله هالشمس هيك تدفي قلوبنا بعد بظل هالمنخفض يلي فعلا كان بارد جدا جدا ليا علينا. صحيح انبسطنا بالثلجات وانبسطنا انه ما في كهرباء. تماما انبسطنا كثير منيح بس كل العالم كانت امبارح ببلودان. الكل كانوا عم يقول كان منظر غير الشكل يعني طلع لهنيك شوي هيك بترد الروح. صحيح. يعني مواضيع مختلفة رح تكون معنا ضمن البرنامج الصباحي لليوم. خلوكم معنا ولكن بعد هالفاصل الصغير. يعني ليا كل يوم احداث بتصير بالعالم بتتسجل بتاريخ. صحيح. الايام والذكريات بمثل هاليوم شو صار من احداث خلونا نتابع بالماده التاليه. لكل يوم أحداثه وأخباره منها ما يترك بصمة واضحة في سجلات التاريخ
ومنها ما يمر مرور الكرام دون أي أثر يذكر. في مثل هذا اليوم من عام 1872 افتتاح متحف المتروبوليتان للفنون في نيويورك، وفي عام 1911 صدور العدد الأخير من صحيفة تشينجياو الصينية، وهي أقدم صحيفة بالعالم وكانت قد صدرت أول مرة عام 713. وفي عام 2002 النيران تلتهم قطاراً وتقتل 370 راكباً وتصيب 65 في الرقاع الغربية بصعيد مصر. وفي عام 2015 فيلم تيمكتو الموريتاني يفوز بجائزة أفضل فيلم وكذلك أفضل سيناريو، ومخرجة عبد الرحمن سيساكو يفوز بأفضل مخرج، وذلك في الحفل الأربعين من جائزة سيزار. ومن الوجوه التي أبصرت النور في مثل هذا اليوم من عام 1844 لودفيغ بولتزمان، وهو عالم فيزياء نمساوي. وفي عام 1935 يوسف فخر الدين ممثل مصري. أما أبرز الوجوه التي غيبها الموت عن عالمنا في مثل هذا اليوم من عام 1907 هنري مواسان، صيدلي فرنسي حصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1906. وفي عام 2017 فيتالي تشوركين المندوب الدائم لروسيا في الأمم المتحدة. صباحنا لسه بأوله، ويمكن سوا نشهد خلال ساعات القادمة على أحداث تغير مجرى التاريخ. نهاركم سعيد. من بعد ما تعرفنا شو تسجل بالتاريخ عبر السنين الماضية، خلينا نروح ونتعرف على معلومات يمكن منعرفها ويمكن ما منعرفها بهالتعلم. هل تعلم أن بعض الأحيان ممكن أن تبقى أغنية تدور في رأسك مراراً وتكراراً ولن تستطيع نسيانها؟ وهذه الحالة تسمى دودة الأذن الموسيقية، وتصيب 98 من البشر، وتفسر بارتباطها مع نشاط الدماغ المرتفع، إذ تدل على القلق والتوتر، وفي مراحل متقدمة تدل على الوسواس القهري. وهل تعلم أن سماع صوت الأم وقت الشدة والضيق يريح الأعصاب ويبعد التوتر بنسب كبيرة؟ إذ طبقا لدراسة حديثة تقول أن سماع نبرة صوت الأم في لحظات الحزن الشديد له تأثير بيولوجي يريح الأعصاب ويزيل التوتر. وهل تعلم أن في الليل هناك احتمال كبير أن تتحول لشخص آخر شديد الصدق والصراحة والغرابة، بحيث ثبتت علمياً أن بعد منتصف الليل تنشط في الدماغ مناطق محددة ترتبط بالصدق والتهور، لذلك تبدأ بالاعتراف تلقائياً أو الضحك والبكاء هستيرياً بشكل غريب وبدون سبب. وهل تعلم أن الأشخاص الذين يحبون السهر لديهم معدلات ذكاء وإبداع أعلى من غيرهم؟ فالميل للسهر لا يكون تصرفاً إرادياً بل يكون ممارسة يفرضها نشاط الدماغ المرتفع، فيزيد من أفكارهم ومهاراتهم وبراعتهم على حد سواء. يعني اليوم الصبح كنا عم نحكي بموضوع كتير مهم، يعني مو بس بخص السيدات، بخص الشباب أيضا، إنه فصل الشتاء قديش عم يقب الوش وعم نعاني كتير من إنه ظهور حبوب، عم يصير جفاف بالوش، البشرة عم تتعب بشكل عام، عم يصير كتير مشاكل، ما عم نعرف وين نتجه، ما ناخد حبوب نعالجها من خلال الحبوب أو من خلال يمكن مراهم أو مستحضرات أو قصص موجودة عنا بالمطبخ. رح نتعرف أكثر كيف فينا نهتم ببشرتنا بفصل الشتاء ونبعد عن الجفاف وعن الحبوب أيضا مع خبيرة أو أخصائية البشرة دانيا عطايا. صباح الخير دانيا. صباح الخير ليا، بونجور يا حبيبي. صباح الخير دانيا. يعني هلا يمكن الشتاء عنا ببلدنا مختلف عن باقي البلدان، نحن عنا برد وبتطلع الشمس نفس الوقت،
بتلاقي شمس كثير حاده مثل ما هلا طالعه، بس الجو جدا بارد يعني. فهذا هي الاختلافات المناخيه قديش لها تاثير على البشره بفصل الشتاء؟ دائما بيكون في تاثير لما بنغير نحن دائما، حتى انت اذا بتكوني متحممه طالعه من مي بارده لمي سخنه للدفى للبرد كلياته بيتغير، البشره كثير حساسه. نعم، يعني بالبداية نحن حكينا انه كنا عم نحكي تحت الهواء انه هي الشمس هي كثير بتضر البشرة، صح، لانه كثير قاسية يعني، نحن ما عم نقدر نطلع، وبنفس الوقت نحن شعب فاقد فيتامين دي، بحاجة لفيتامين دي، كيف فينا نحن نحصل على الفيتامينات من الشمس وبنفس الوقت ما نعرض بشرتنا دايركت الى الخطر تبع الشمس؟ هو فيتامين دال اذا بتعرفي منين بيتاخذ بالجسم، هو بيتاخذ من هاي المنطقة، تمام؟ فانت فيك تعدي مثلا وتعطي ظهرك للشمس، ما يكون انه وشك هو اللي اخذ الاشعه. يعني هذا الشيء كمان ايجابي، وبيقولوا احيانا من راحه الكف الايد، صح، بيقدروا انه هن، صح، للاطفال بيقولوا لهم مدوا ايديكم على الشمس بحيث ما يتعرض جسمهم كمان للحراره. من هون انت بتقدري تاخذي من عند الرقبه، من هون بتقدري تاخذي. شو هي بشكل عام اكثر المشاكل يلي بنعاني منها فصل الشتاء يعني؟ التحسس، بتتحسس البشره، الجفاف، بتطقطق بتحسيها. كيف التحسس يعني بيكون؟ بتتحسس من الحكه، لما انت بتصير عندك جفاف بتصير بتقطع وانت بتصيري بتحكي، فانت هي اخذتي النتائج هي. دائما الترطيب، نحن بنعتمد على الترطيب فصل الشتاء كثير. نعم. وشرب المي كثير، هذا اللي بينسوه مو برد، فبتحسي حالك انه ما في داعي تشربي مي، بس هو كشرب كميات المي كثير منيح واساسي. لكن بتزيد بفصل الشتاء جفاف بالبشره وبتزيد المشاكل، اما كانت تحسسيه او ان كان نفور الحبوب، صح، تحسس، او ان كان بسبب الشمس او بسبب الطقس. خلينا نحكي نحن ببيتنا كيف فينا نعالج حالنا بحالنا، يعني بعيد انه اوكي اكيد شرب المي هو بالمرتبه طبعاً الاولى، ولكن بالمطبخ نحن حسينا بشرتنا جافه، لوين نحن بنتجه لحتى يعني نستعين باكلات من المطبخ لحتى تضبط لنا بشرتنا؟ فينا نعمل سنفره نحن بالبيت، بعيدا عن انه نحن نشتري مواد تجميل غاليه صارت وكل شيء. الغذاء، هلا انت اذا عندك بالبيت زيوت بشرتك جافه بنستعمل زيوت، بشرتك دهنية فينا نستعمل قشر الخيار، فينا نستعمل شغلات مرطبة ما تكون كتير قاسية مثلا ما فيها جي من الزيوت. يعني بالنسبة للزيوت هلا احيانا بيقولوا انه الزيوت نوعياتها مو كل الزيوت بتنحط على البشرة، يعني مثلا في زيوت بتغمق البشرة، في زيوت بتسرح البشرة، زيت اللوز مثلا. خلينا نعرف نعطي لكل بشرة شو نوع الزيوت يلي بيقدروا يستخدموها. زيت اللوز للتفتيح، فينا نستعمل ليمون للتفتيح وتوحيد لون البشرة كمان. زيت الخروع للترطيب. في عندك زيت الروزماري كمان منيح للترطيب. في كتير زيوت فيك تستعمليها، بس بدك تبعدي اذا كانت بشرتك دهنية. يعني بتحاولي انه ما كتير تقربي عليها. بشرة الدهنية ما بتستخدم زيوت ابدا؟ فينا نستخدم شيء بسيط، يعني بتحطيها وقت قليل. وإلى وقت محدد، واذا استعملتيها بعد بنجففها. بيحطوا الزيت مع الليمون يمكن؟ تماما تماما، بس هلا مثلا بيحطوهم مع بعضهم مع لبن، ما بعرف، ما كثير بعرف بالمسكات. العسل مثلا فيك تستعمليه، بس بتخافي يكون حدا عنده تحسس من العسل، نفس الشيء اللوز كمان. نعم دانيا، كثير في من البشرات هي مختلطه، يمكن بشرتي نوع منهم، انه عندي مناطق دهنيه ومناطق جافه، فهون لا فيني احط زيوت ولا فيني احط خيار على كل الوجه، كيف الطريقه الصح؟ الطريقه انه انت تستعملي العكس لحتى تقربيها للبشره الطبيعيه النورمال اللي تعمليها هيك. انت مثلا عندك دهنيه هون، فيك تستعملي الشيء للجاف، واللي عندك جاف تستعملي له الدهن. كيف فيني اعرف؟ طيب هلا حطيتي انت الزيوت عند البشره الجافه وعند البشره الدهنيه، شو عملتي؟ بالعكس، فينا نستعمل مثل ما قلت لك الخيار، ممكن نستعمل الليمون، يعني هدول المواد انسب شيء لانه تكوني بالشيء الامن لإلك. ايه هلا الماسكات الطبيعيه يعني هلا في احيانا مشاكل بتكون كثير قويه، يعني مو فقط جفاف وحساسيه بسيطه، صح، وخصيصا موضوع الحبوب القوية، هل هي الماسكات الطبيعية لحالها بتقدر انه تروح هي المشاكل او لا نحن بحاجة الى ادوية، بحاجة لعلاج طويل ومختلف؟
الماسكات ما بتعمل علاج، بتعمل علاج للطبقة بس السطحية. والحب الناعم لما بتكوني انت حبوب متهيجة او حبوب ملتهبة الحمراء بتعرفي او هيك كبيرة، لا هون بدك دكتورة جلدية حصرا. بينما الماسكات فينا نستعملها للطبقة بس السطحية، بتزيلها وبتساعد على انه نتخلص من علامة الحبوب لانه هي بتقشر الطبقة. العمر البشرة من 26 ل 42 جلد. فهي نحن هون بنقدر انه نسيطر على الوضع ونخلي الخلايا الميته نتخلص منها وتتجدد. تمام دانيا، كثير من الصبايا ما بيهتموا ببشرتهم الا ليصير الكارثه، اما لا يطلع حبوب او ليصير جفاف اوفر ببشرتهم. خلينا نحكي ايمت نحن بهي الحاله، كيف لازم او ايمت لازم نتجه الى الطبيب الجلديه ونقول خلص هي صارت مرض؟ لما بتصير في عنا حبوب ملتهبة وعلام علام للحب، بتصير بتشوفي انه الحبة كتير مثلا عم تكبر عم تنتشر بتروح لمناطق. لما بتكون موجودة هون تحديدا في عنا اتشاهات للدكتورة النسائية، بتكون تعدد كيسات المبايض فرطان او حب الشباب او الحبوب الملتهبه. الغذاء قديش بيلعب دور بالبشره؟ اكثر شيء الغذاء بيلعب دور. لما نحن بناخذ فيتامين اي وبي وسي اللي بنسميهم مضادات اكسده، هدول لازم السيده او حتى الشباب يعني كمان عم يعانوا كثير من مشاكل بشره، انه هن ياخذون لحالهم بشكل دوري او لا لازم مالهم يكون باخذ عن طريق اخصائي؟ فينا ناخذها سيروم، حتى نحن سيرومات ليلية يعني بنصح أنا أنه تستعملي الفيتامين سي. الفيتامين سي هو مغذي، هو مرطب، هو بيوحد لون البشرة وبفتح، ففينا نستعمله ما له أي مضار أبدا. وعن طريق كمان حبوب؟ كمان عن طريق الحبوب بيتاخد عن طريق الغذاء. بيت نعش مثلا عندك الفيتامين A، الفيتامين B، الفيتامين C، فيك تستعمل الزيوت، الفستق، السمك، قولي هلا غليان السمك، فينا نروح على ممكن نعود البيت نعش بالسردين الطونه مثلا، البان حليب كله موجود فيه. ويمكن كمان اللي عنده بشرة دهنية لازم يبتعد عن الشوكولا والزبدة والأكلات والمكسرات المدسمة، يعني لأنه فجأة بتلاقي ما أكل شيء مبارح قطعت شوكولات هيجت كل البشرة. قديش هذا الشيء كمان بيكون سيء على أصحاب البشرة الدهنية؟ صح، بتحسس دغري حرام، يعني انه فيكي انت تستعيدي بشيء شغلات تانية مغذية أكتر. خليكي على الفواكه، على الخضروات، البروكلي، البطاطا الحلوه هلا بالشتويه كثير منيحه كمان. نعم دانيا، خلينا نحكي عن الوقت المناسب لتنظيف البشره. كثير مننا بيقول بدنا نعمل تنظيف بشره ولكن في وقت محدد، هو يمكن مع تقلب المناخ. بالصيف اكيد ممنوع من عنباتا، ولكن ايمت هو الوقت الصح لنعمل تقشير وتنظيف؟ هلا هي جلسه العنايه ما بتحتاج صيف وشتاء، بس بالنسبه لتنظيف البشره هو بيحتاج للشتاء، لانه انت لما بتعملي تنظيف البشره فانا نصيحتي انه ما تعملي تنظيف بشره بنهار، حاولي تعمليه مسائي. اي رؤوس سوداء او رؤوس البيضاء او اي تنظيف بشره ممكن مع تعرضه لاشعه الشمس الفوق بنفسجيه، نحن هون بنصير عندنا علام للحبوب. فنحن انا بنصح انه تكون يعني مو صباحي تنظيف البشره، وبهذا الوقت كثير مناسب تنظيف البشره. في عنا تقشير عم بيصير، بيجوا بيقولوا لك انه عند حواجبي كثير صاير في قشره او عم يقشر وشي ونشفان بالشفايف، كله هذا هلا هذا وقته، توقيت الشتوي هو كثير صعب للبشره. التقشير المنزلي اللي عم يعملوه الصبايا وعم نشوف يمكن كثير على الجروبات انه هذا الكريم كثير بيساعد على التقشير، واستخدامات العشوائيه يمكن للمقشرات المنزليه، قديش ممكن يؤذي البشره وكل امتى ممكن يقوموا الصبايا بهي العمليه؟ شوفي هلا هون بدك تشوفي دكتوره جلديه اخصائيه جلديه يوم اللي بدك تعملي تقشير بالمواد اللي عم تقولي عليها. ما بنصح اللي عندهم حبوب شباب انهم يعملوا هي التقشيرات، لانه ذره صغيره من السكراب او اذا عملنا فرضا اغلبيتهم تلاقي كاتبين انه حطينا بنه سكر وعملنا سكراب بالبيت. لما بنجرح نحن الحبه بنعرضها للالتهاب،
ما نحن عالجنا الشيء بغلط. فحبوب الشباب، الزيت، الزيوت للمساج للوجه او شيء، انا ما بفضل ابدا، ولا بفضل السكرابات لا، بينما هي كثير مفيده للبشرات العاديه. فينا نعملها مرتين بالاسبوع منيحه، وحتى كيس اللي بسموه تفريك بيعملوا تفريك كمان، انا ضده. انت عم تشيلي الطبقه المنيحه بالجلد، وانت ما عندك ادنى فكره انه قديش رح تسببي اخطار لبشرتك. دانيا خلينا نرجع لقديم، من قديم بيقولوا لك غسلي وشك الصبح بصابونة الغار، تحممي بصابونة الغار. اليوم خلينا نحكي قديش هي مهمة. هلا نحن بلشنا حديثنا انه اهم شيء للبشرة هو الزيوت، صابونة الغار هي بتحوي على زيوت، فقديش حكي الستات من قبل هو صحيح، وقديش هلا عم نرجع كمان يمكن بسبب غلاء المستحضرات، بسبب كثرة المواد الكيميائية بالصابون، بالمقشرات، بالقصص، عم نلجأ إلى صابونة الغار. خلينا بالبداية نحكي كيف فوائدها، أو شو هي فوائدها، وكيف نحن فينا نستخدمها، وشو هي البشرة يلي بتضرها صابونة الغار. بالنسبة لي أنا الصابون كله ما بحبه للوجه. انت شلتي طبقه البيئاتش من على الوش، الشيء المفيد، الزيوت المفيده شلتيها. بس بدنا نرجعها، كيف نرجعها؟ تمام. فانا بالنسبه لي برايي الغسول الملك للبشره الدهنيه كثير منيح، واللوسيون للبشره الجافه يلي فيه ذرات بسيطه من الزيوت فينا نستعمله، في مستحضرات ما لها غاليه كثير هلا موجوده بالسوق فينا نستعملها، وبعد منها نتجه للتونر لانه الملك شوي يعني بيفتح المسام اكثر، فخلينا التونر بعد منه. موضوع حكيتي فيه قبل شوي انه العنايه، جلسه العنايه بالبشره هي غير جلسه تنظيف البشره، شو الفرق بيناتهم، واني اللي لازم يكون دوريه وتعملها السيده بشكل دائم؟ تمام. الاغلبيه اللي بيكون عندهم بشره جافه وحاله مؤكسده، الحاله المؤكسده هي البشره خمس انواع. الحاله المؤكسده هي حاله بتكون البشره ميته فيها، بتحسي انه في الوان غامقه كثير بالبشره، باهته، في يعني هالات سوداء، بتكون تعبانه اكثر. بفضل انه هي تكون لها جلسه عنايه اكثر، المرطبات، سكرابات، جهاز التنظيف او جهاز التنظيف العميق اللي بنعمله للي بتكون بشرتها في عندها رؤوس سوداء كثير، رؤوس بيضاء كثير، يلي ما لها بحاجه كثير، هي بحاجه جلسه عنايه، بنتجه للزيوت، للماسكات، للكريمات، للقماش اثناء الجلسه. دانيا بفصل الشتاء هلا كل الصبايا بيتجهوا لحتى يعملوا ليزر لازاله الشعر، وخاصه يلي عندها شعر بوشها. عم نشوف بعضهم عم يتسبب نوع من الحروق، ويا بتكون قبلها عامله تنظيف بشره او تقشير، او بعدها بدها تعمل لحتى تروح هي البقع اللي بالوش. خلينا نحكي عند الحرق بالليزر، شو الخطوات الاولى، شو لازم تعمل الصبيه، وايمت بعد يعني قديش بدها فتره لحتى تقدر تعمل تنظيف او تقشير بشره؟ التاثير بيكون لما انت بتهيجي البشره، يعني عرضتيها لجلستين. هلا ممكن تعملي تنظيف بشره وبعد منه تعملي ميزو كثير منيح، بس يعني ما ممكن تعملي ليزر في بقعة صار منظرها كثير بشع بنص الوش يعني من الليزر. صح. بدنا نعالجها باحماض الفواكه، ممكن نعمل تقشير باحماض الفواكه، هذا التقشير الانسب. تمام. هذا العلاج، وعدم تعرض للشمس، واستعمال الواقي الشمسي اساسي حتى لما بتكوني عم تشوفي انه في غيم، في ثلج، انا اليوم يلا ما في شمس، لا في اشعه فوق بنفسجيه. ليش استعمال واقي شمسي؟ هلا في عالم كثير مثلا بتقلك انا بتحسس منه، انا بدائم انه انا ما برتاح بس حط واقي يعني هو ليش اساسي بشكل عام؟ شو الشيء اللي بيمنعه؟ اساسي بيحميكي من كل شيء، حتى من تلوث الجو، يعني هو مو بس للوقايه من الشمس. تمام. هو درع في منه، وفي منه انه بيقيكي من اشعه الفوق بنفسجيه، وبيقيكي كمان من التلوث اللي انت فيه برا. يعني هو ما له اثار مثلا بتسكير المسامات بشكل عام؟ لا او لا شيء؟ لا ابدا لا. او حسب الانواع بدك يعني. هلا انت اكيد ما رح تنامي المساء اللي تكوني ماسحه وشك منيح، مغسله وشك، فانت هون روحتي كل شيء كان موجود المساء، استعملنا بعد منها الكريمات الليليه وشلنا كل شيء ميك اب، فانت ما يعني ما له اضرار هون بصير.
اهم شغلين نشيل كل شيء ميك اب. دانيا بيقولوا كل شيء بناكله من الخضره خلينا نحطهم كمان على بشرتنا، يعني ناكلهم ونحطهم على بشرتنا. خلينا نعلم الصبايا، كل حدا هلا عم يتابعنا، شو انسب شيء غير الخيار وغير الزيوت الهي من البيت من انواع الخضره يلي فينا نحطها على وشنا؟ الليمون. الليمون كتير فيكي، لا حتى هو مثلا عصرتي انت الليمون مثلا فركتي حتى للايدين، هلا شفتي حتى الايدين بتلاقي كتير بتنشف وبتحطيه على الوجه كتير منيح، بيوحد لون البشره بيفتح. واغلبيه الصبايا اللي بيجوا بيقولوا لك انا عندي بقى ليمون ساده. ليمون ساده ايه، لا هو بيعمل حرق احيانا، بيعمل حرق احيانا، بيحك الوجه وبيحرق الوجه، هذا الشيء عادي؟ عادي لانه بنحطه نحن مقدار معين، ساعات بس تحسي انه كثير صار يضايقك بتروحي بتغسلي، بس انت اخذتي الفائده اللي فيه. تمام. نعم. غير الليمون شو عندنا شيء بالمطبخ بنقدر قلنا على قشر الخيار، الجزر كثير مفيد، الجزر انا كثير بنصح فيه كمان. الجزر فيكي انت لما نعصره مثلا، ممكن تعصري عصير الطماطم كمان كثير مفيد. عم نحكي عصير يعني نشربه ولا نحطه على الوش؟ لا نحطه على الوش، نحطه على الوش. حتى التفاح، حتى التفاح بينحط، حتى التفاح قشرة التفاح كثير منيح كمان على الوجه. بس طبعا لازم دائما يمكن نشوف شو نوع بشرتنا قبل ما نعمل طبعا أي بس بالبيت. ما بتضر يعني انت عم تحطي شيء طبيعي. عن البشرتين الدهنيه الدهنيه والجافه تمام والحساسه. اي الحساسه ما بنحط لها عسل، وحتى الليمون منبعد عنه. ليش؟ لانه هي اساسا متهيجه، هي قابله لانه تتهيج على اي شيء، فنحن ما بدنا اياها انه تتهيج، لا بدنا اياها يعني تكون بشره عاديه قريبه للعاديه اكثر. نعم. لكن خلينا نرجع نذكر المشاهدين، الجزر كثير منيح، قشر الخيار كثير منيح، الليمون منيح بس بعيدا عن البشره الحساسه، والتفاح ايضا فوكادو. يعني كثير منيح كمان هذا شوي بس هذا لا افوكادو خلينا بهدول، خلينا نحكي بعدة السلطة اللي هي كثير خلينا للبشرة الدهنية نستعمل النشا. بيقولوا يمكن انه بتسحب النشا السموم من البشرة، وخصوصا وقت يكون في حبة. صح. الكل بيقول لك اعملي لزقة نشا، كانوا زمان ايام زمان. صح. كلنا عم نقول انه رجعنا لايام زمان كلها بعلاجات، كانت بشرتهم كثير حلوة إليها، يعني كانت بشرتهم نقية وصافية. بشرة تيتات هي احسن من بشرتنا، بشرة امهاتنا. نعم. تماما. دانيا لهون نحن بدنا نشكرك وشكرا على المعلومات اللي قدمتي لنا اياها، ويسعد صباحك ونهارك حلو. حبيبتي شكرا، كثير لك، وبنتمنى انه كل الصبايا يكونوا، والشباب ايضا لانه يمكن الشباب صاروا يهتموا بحالهم مثل الصبايا هلا، يكونوا استفادوا من غلط على فكره. تمام. اكيد مو غلط. شكرا لك. شكرا كثير. لو بدنا نروح هلا ليا، لو بدنا نروح يعني للمركز الثقافي العربي بمدينه القامشلي، حيث بدأ عروض الأفلام السورية يلي عم تقيمها المؤسسة العامة للسينما ضمن فعاليات أيام السينما. ضمن فعاليات أيام السينما انطلقها في المركز الثقافي العربي بمدينة القامشلي عروض الأفلام السورية التي تقيمها المؤسسة العامة للسينما، العروض مستمرة لأربعة أيام. يعرض فيلم دم النخل لنجدة إسماعيل أنزور بحضور عدد من الجمهور. حضرنا أحد الأفلام السينمائية، واليوم أيضا حضرنا فيلم سينمائي آخر في أيام السينما السورية، وحقيقة في الحسكة والقامشلي، وحقيقة هذا الحضور يعني يزيد من الثقافة في القامشلي وفي الحسكة، وكنا سعيدين وكان العدد جيد لا بأس فيه، ونتمنى مستقبلا أن تتنشط هذه الحركة السينمائية في المراكز الثقافية على مستوى المحافظة. تضمنت العروض فيلم دمشق حلب من إخراج باسل الخطيب، وفيلم دم النخل من إخراج نجدة أنزور. أشار الحضور إلى أهمية عرض الأفلام وتنشيط هذا الجانب الثقافي المهم. ومن القامشلي خلينا نروح إلى اللاذقية، حيث أقامت مديرية ثقافة الطفل ومديرية ثقافة اللاذقية احتفالية بعنوان طفولة وإبداع، تخلل الاحتفال معرض للأعمال الفنية للأطفال واليافعين. خلينا نروح ونتابع بالتقرير التالي.
برعاية وزيرة الثقافة، تقيم مديرية ثقافة الطفل ومديرية ثقافة اللاذقية احتفالية بعنوان طفولة وإبداع. تخلل الاحتفال معرضا للأعمال الفنية الفائزة بمسابقات عام 2020 ومعرض كتاب لأعمال الأطفال واليافعين، بالإضافة لتكريم أكثر من 100 طفل وطفلة فائزين في المسابقات الأدبية والفنية للأطفال ذوي الإعاقة وأبناء الشهداء. مسابقة سنوية وفيها مجموعة كبيرة من الأطفال، في معنا محافظة اللاذقية 88 طفل فائز بهي المسابقة بجوائز مختلفة. بين هدول الأطفال في أبناء الشهداء، في ذوي إعاقة خاصة، وفي الأطفال اللي هن مشاركين بمجالات الشعر والتصوير الضوئي والقصة والموسيقى والرسم. نحن حريصين دائما أنه تكون هيدي مو بس أنه ضمن احتفالية وخلاص، لا، هو نحن ضمن مشروع متكامل بيكون هيدا الاحتفال هو تكريم أو نتاج للمشروع اللي هو مستمر على مدار السنة. يعني نحن موجودين وعملوا رسمه، طبعا الرسم كان كيفي، وشكرا كتير لكاها للجميع القائمين بهالعمل. أنا لما كنت عم لخص كتير استمتعت وكتبت القصة ولخصتها، إنه لازم نقرأ دائما ونتثقف منشان نبني مستقبلنا ونبني الوطن. شاركت أنا بالخط وبالقصة. هاي الخط عملتها بطريقة مثل صورة وعليها اقتباس. فكرة إنه حلو الواحد ينمي موهبته، وأنا بدعم هالشيء كتير. جيت شارك لأني بحب الرسم وهوايتي من أنا وصغير، وكل يوم برسم لوحة حلوة وأهلي ما يشجعوني عليها. يأتي هذا الاحتفال ضمن الخطة الاستراتيجية لوزارة الثقافة لدعم كل الفعاليات التي تخص عملية تكوين ثقافة الطفل. أما هلأ رح نروح للغاب ليا، وتم تجهيز مخبر للتحاليل الطبية وجهاز كيميائي وجهاز إيكو سداسي المسارات وجهاز تخطيط قلب، وتم وضعهم بالخدمة بالمنطقة الإشرافية الصحية. خلونا نتابع بالمادة التالية. تسلمت المنطقة الإشرافية الصحية بمنطقة الغاب مخبرا للتحاليل الطبية وجهازا كيميائيا وجهاز إيكو سداسي المسارات وجهاز تخطيط قلب، وتم وضعهم بالخدمة مباشرة. وتقدم هذه الأجهزة خدمات إضافية لأبناء المنطقة، مما يوفر عليهم الجهد والمال والوقت. قامت مديرية صحة حرب بتقديم مجموعة من الأجهزة الطبية إلى منطقة صقيلبية الصحي، وهي جهاز إيكو، جهاز تخطيط قلب كهربائي صادم حاقن آلي، مع أجهزة مخبر حديث، وهي سبيكترو، جهاز سبيكترو، مجهر، مسفلي، جهاز تعداد آلي، ووضعت جميعها في الخدمة. هذه الأجهزة تم تقديمها إلى المنطقة الصحية لعدم وجود أي جهاز في المنطقة لتقديم هذه الخدمة. وفرت العبء المادي الكبير على الأخوة المواطنين. هذا الجهاز اسمه جهاز سبيكترو، يقوم بعمل تحاليل المخبري الكيماوي حصرا، سكر، شحوم، كوليسترول، حمض بول، بولي، كرياتين. جهاز التعداد الآلي كثير بيعطي نتائج دقيقة، بالإضافة نتائج سريعة وكمية كبيرة للمرضى. قد ما إجانا مرضى نحن عم نقدر نخدمه. هذا جهاز إيكو كتير حديث، فالمنطقة عنا بحاجة لهيك جهاز. الجهاز طبعا له ثلاث مساره، مسره لإيكو البطن والأحشاء، ومسرة للقلب وفحص مشاكله، ومسرة لتقديم الخدمات النسائية. طبعا الخدمة مجاني. جبت ابني في معه حبة لشمانيا، والحمد لله المخبر مجاني وخدمنا. مشكورين الشباب، ما قصروا معنا، خدمة مجانية وسريعة، والشباب كتير كويسين ومتعاونين. يذكر أن المنطقة الإشرافية بالغاب يتبع لها 27 مركزا ضمن الخدمة، وتخدم أكثر من 200 ألف نسمة بالخدمات الطبية المجانية. للأخبارية السورية، علي شحود، حما.
واكيد وصلنا هلا ميسان الى فقرتنا التاليه مع الابداع، يعني دائما الشباب السوري مبدع واطفال سوريا وشباب سوريا هن مبدعين وهن اكيد لهم مستقبل مزدهر ومشرق بالامل. رح نروح لبرنامج الجامعي الصغير يلي هو شعاره التعلم باستمتاع يحول الفشل الى إبداع. حقق نجاح وصدى خلال سنوات عديدة، الهدف منه إعادة الإعمار الفكري عند الأطفال واليافعين من خلال بناء الأطفال على جميع الأصعدة وردم الفجوات وتجاوز المطبات وسد الثغرات يلي بتواجه وواجهت مرحلة الطفولة نتيجة الظروف الصعبة يلي مرقنا فيها. رح نحكي أكثر عن البرنامج ورح نحكي أكثر ونتعرف على الأطفال المبدعين والشباب اليافعين الجامعيين يلي عم يتحضروا لمرحلة الجامعة، إن كانت وإن كانت أبدعوا بمجالات عديدة علمية. بصيرنا نرحب بالسيدة فاتن الملا حمود مؤسس البرنامج. صباح الخير. صباح النور، يسعد صباحك. أهلا وسهلا فيكي، وأيضا بدي رحب بالشاب عبد الرحمن الدواليبي. أهلا وسهلا فيك عبد الرحمن. هو من الأطفال يلي شاركوا الوطني للأولمبياد العلمي وهو مدرب روبيك للأطفال الصغار. الروبيك هو المكعب يلي فيه عدة ألوان. طبعا. أنت مدرب لألون. أهلا وسهلا فيك عبد الرحمن. أهلا وسهلا فيك مدام فاتن. يسعد صباحكم وأهلا وسهلا فيكم مدام فاتن. رح نبدأ مع حضرتك. أول شيء خلينا نرجع نتذكر البرنامج يلي أنت من مؤسسي برنامج الجامعي الصغير، شو الأهداف منه وليش كانت هي الفكرة اشتغلت عليها؟ الهدف الرئيسي من البرنامج مثل ما حكينا بحلقات سابقة هو صناعة الإبداع والابتكار بالمجتمع الفتي يلي هن الأطفال واليافعين، وتجهيز البنية التحتية لشخصية الطفل لتلقي المعرفة. عم نشتغل بما قبل المعرفة وأثناء المعرفة وما بعد المعرفة. فكان في عنا باختصار رح نحكي عن البرنامج تذكرة الشق البنائي اللي هو مثل ما قلنا عم نشتغل على البناء الاجتماعي، البناء النفسي، موضوع الذكاء العاطفي، موضوع جاهزية تلقي المعرفة، حتى موضوع الضبط الأخلاقي اللي تبنى عليه الأمم عم نشتغل عليه بشكل نوصل لمرحلة الضبط الذاتي دون إصدار أوامر. بالنسبة للشق المعرفي حكينا عن تخصصات الجامعية وكان في عنا وقت ضيوف بالطبيب الصغير والكابتن الطيار الصغير، المهندس الصغير، المهندس المدني، المهندس المعماري، امتلكوا المعلومات الجامعية بشكل مبسط وسهل وعن طريق اللعب والمرح وبشكل ممتع مثل ما قالت انه شعارنا التعلم باستمتاع يحول الفشل الى ابداع. هي باختصار بالنسبة للتخصصات الجامعية انه اخذوا امتلكوا شهادة الجامع العام مرحلة اولى من 9 ل 12 سنة، وكمرحلة ثانية شهادة الجامع التخصصي بعد ما عملنا لهم اختبار لليافعين. طبعا بعد ما عملنا اختبار بانماط الذكاءات المتعددة اللي عندهم وذكاء حسب شغفهم وحسب قدراتهم، تم اختيار الاختصاص المناسب 100% لتغطية الفجوة انه نحن نفوت على الجامعة ما نعرفانين الضياع اللي بصير بالمفاضلة اثناء اختيار التخصص. فهون هو مختار تخصصه ونازلت له المادة الجامعية ب 14-15-16 بمرحلة اليافعين بشكل مبسط مثل ما قلنا وممنهج عن طريق جامعة دمشق بالتنسيق مع الفريق اللي معنا دكاترة بالجامعة، بناخذ الاوكي على المنهج فبنعطيهم اياه. فنازل قلت له المادة الجامعية بشكل مبسط مثل ما قلنا، فبيفوت على الجامعة بعمر 17 بيعرف كل شيء عن التخصص. تمام. يعني هو فات عليه ما انه دخول عشوائي الى الجامعة. يمكن هي الحالة اللي كتير سيئة اللي بتكون عنا ليا انه نحن بنختار الجامعة وما بنعرف حسب العلامات وما بنعرف شو ليش بدنا ندرس هي الجامعة واصلا شو بتحويها على مواد وشو المواد اللي بدنا ندرسها. تمام. بيكون الهدف واضح مثل ما قلنا، ما في هالضياع اني فوت على الكلية ضيع من عمري السنة ارجع انقل او اطلع رقم خريجي اضافي فاشل بالمجتمع اللي نحن يعني للاسف عنا كثير هيك حالات. تمام. فهذا البرنامج مثل ما قلنا بيقوم بصناعه الابداع فعلا، لانه اللي عم يفوت بال17 سنه فايت مثلا ككيميائي او كفيزيائي فهو مستمتع بالفرق رح يبدع. صحيح. استاذ فاتن نحن رح نكفي معك ولكن خليني ارجع عند عبد الرحمن. صباح الخير. صباح النور. يعني عرفنا عن حالك، قديش عمرك؟ قديش صار لك انت بالبرنامج الجامعي الصغير؟ وانت اختصاص فيزياء صح؟ ايه. ايه، احكي لنا عن حالك اكثر. انا عبد الرحمن الدوليبي، عمري 16 سنة، موجود بالبرنامج مع الانسة من تقريبا 4 سنين. اها.
عملنا العديد من الدورات مثل عفوا بس خلينا هيك لحتى نحكي لكل حدا حابب يدخل بالبرنامج ويتعرف اكثر، انت دخلت كنت متجه الى اختصاص الفيزياء ولا لا؟ انت دخلت مانك عرفان شو بدك تختص؟ لا دخلت ومالي عرفان يعني محتار بين كذا تخصص يعني، فعملنا العديد من الدورات عم لقيت حالي انه انا منيح بهالمجال مثل مجال الفيزياء، عملنا دورة الفيزياء الصغير لقيت حالي منيح بهالمجال فقررت تكمل فيه. انت كيف عرفت اصلا عن البرنامج وحبيت انك تدخل في البرنامج الجامعي الصغير؟ سمعت عنه على النت وشفت عديد من المقابلات يعني فحبيت يعني اغير من حالي، اقوي شخصيتي انه ممكن سجل دورات مثل الكوتش الصغير، حاول اقوي شخصيتي انه عدم الخجل والقدرة على ايصال معلومة، ف قلت لحالي خليني انه بجرب بسجل دورات لحتى اعرف وين تخصصي يعني ما اضيع لما اوصل على البكالوريا اعرف شو بدي فوت. طبعا. بعدين يمكن شاركت بالاولمبياد العلمي السوري، مشاركتك هلا بعد شارك. هي بعد ما سجلت بعد ما سجلت قديش استفدت؟ خبرنا عن هالموضوع. والله كان في فائده كثير كبيره يعني عن كذا شغله يعني، بالنسبه للكوتش الصغير مثلا استفدت يعني حسنت صرت اقدر اوصل المعلومه للطالب، وكمان غير هيك ممكن انه بصير في زياده احترام للمعلم، يعني انا بحس انه كيف المعلم هو عم يتعب وعم يحاول يوصلنا المعلومه. فتت بهي التجربه انت؟ ايوه لانه خطه. تماما. عبد الرحمن حضرتك كان عندكم من فترة يمكن قليلة كان عندكم تجارب علمية وحصلت على المرتبة الثامنة انت من اصل 47 مثل ما حكينا بالتصفيات قبل النهائية. قبل النهائية اسه في تصفيات تصفيات نهائية للأسف ما قدرت فوت على الفريق الوطني. طيب خلينا نحكي حسيت بصعوبة كتير كبيرة لما انت عم تكون مع مجموعة عم تتبارزوا بالمعلومات حتى بالشق العملي يلي على أرض الواقع، حسيت بهي الصعوبة ولا حسيت لا انت مكتفي بهي المعلومات يلي عم تاخدها؟ بداية اول شيء كنت بواجه صعوبة طبعا، بس يعني بعد ما شفت حالي منيح بالمجال وصرت اشتغل عليه يعني وهيك لا الحمد لله ما واجهت اي صعوبة. ان شاء الله رح نرجع لعندك عبد الرحمن. مدام فاتن يعني وقت نحن وقت عم تختاروا الاطفال باي اعمار بتدخل الاطفال معكم على هذا البرنامج؟ كيف يمكن بتقدروا توجهوا الطفل على الشيء اللي هو بيناسبه وبيناسب موهبته او الموضوع يلي تميز فيه؟ هلا هو خطة البرنامج انه نحن نستقبل اطفال من عمر 5 سنين، من 5 سنين لثمان سنين هي الطفولة المبكرة. عم نقوم بزرع بذرة الابداع، ببرمجتهم على التفوق، احتكاكهم مع الجامعيين مو كمادة علمية بهالمرحلة، بس كبرمجة وزرع بذرة الابداع، فما عاد يقبلوا بالفشل، فهن جامعيين قولا واحدا مستقبلا يعني. الجامعيين الصغار البراعم خلينا نقول، بس انت زرعتي فيهم هالفكر، زرعتي فيهم التفوق، النهج الابداعي. المرحلة الثانية مثل ما قلنا الاطفال وصولا لليافعين، فثلاث مراحل عمريه نستلم الطفل من 5 سنين هو هذا المفروض، بس كون البرنامج ما صار له يعني هالفتره كلها من 5 ل 17 سنه، فكنا نحن من شيء 4 سنين بلشنا فيه والحمد لله في نجاحات كبيره مثل ما شفنا في نماذج كثيره عندنا مثل عبد الرحمن ورفقاته. فمثلا هلا عبد الرحمن خضع للميكانيكي الصغير بيفرض محرك سياره وبيعرف كل شيء عن موضوع السيارات، خضع بالمعلوماتي بالبرمجه سي بلس بلس بدرجات فيها، طبقنا عليهم مثلا الكوتش المدرب الصغير فهو مدرب كوتش بمكعب روبيك، طبقنا كثير من التخصصات الجامعيه واخذ شهاده الجامعي العام يلي هي كل التخصصات، تعرف عليها مثل ما قلنا معرفه مبدئيه، وبعدين لقينا انه ميوله واختصاصه حسب نمط الاختبارات اللي صارت بالفيزياء، وهلا الحمد لله ان شاء الله بيدخل بالفيزياء وبيكون مبدع فيها عم يعني يحاول بالابداع. اهم شيء انه مثل ما ذكر عبد الرحمن انه هو صار يعطي ويعلم الاصغر منه بمجالات عديده، صار يحس باهميه المعلم والمعلومه. ولكن كمان وقت سالته لعبد الرحمن انه انت فتت ميولك فيزياء قال لي لا. هون اليوم قديش مهم انه نحن لما يفوت الطفل لعنا خام ما انه عرفان لوين يتجه، ممكن هو ضايع هو، لكن اكيد كل حدا فينا هو بيملك ابداع بمرحله ما. اهميه الدورات يلي بيخضع لها ومين هو مين اللجنه يلي بتحقق له اختصاصه او بتقول له انه انت روح بهذا الاتجاه؟ هلا هو
الهدف مثل ما قلنا تحويل الأطفال من فشل لإبداع. نحن ما في عنا أطفال فاشلين، بس في اختلاف بأنماط الذكاءات اللي عندهم. في أطفال عندهم أكثر من نمط ذكاء. نحن هون دورنا إنه نكتشفهم. في برنامج هو اكتشفني ونمني، عم نكتشف الأطفال ونكتشف إبداعاتهم يلي هني ما بيعرفوه عن نفسهم. يلي أهليهم ما بيعرفوه عنهم. للأسف أحياناً الأم بتقولك أنا ابني شايفته مثلاً كابتن أو شايفته طبيب أو كذا، وقت عم ناخده لعنا هو بيكون عم يقول إنه أنا كابتن أو أنا طبيب. حكي الماما. تمام. وقت نجي عم ناخده ونعرضه على كل التخصصات، نرجي الصناديق كلها من جوا مشان يكون اختياره حقيقي، عم يلاقي حاله لا ممكن أنا ما لقيت حالي هون، لقيت حالي مثلاً بالفيزياء أو كمهندس. هلا مثل عبد الرحمن كان رائد طليعي بالرياضيات بالابتدائي، وكان إنه الرياضيات إنه كتير، فوقت تعرف على الفيزيائي وفات بالتجارب الفيزيائية العلمية فوجد نفسه بالفيزيائي أكثر، فكان توجهه فيزيائي. يعني سابقا كان دائما إنه هو دكتور بالرياضيات بالجامعة وكذا، فلقى نفسه بالفيزيائي. فهذا اللي عم نراهن عليه نحن، إنه ننقل من فشل لإبداع ويكون الاختيار حقيقي ويكون التطبيق عملي. هذا الشيء ما بيتعارض مع المدرسة، مع أيام المدرسة، مع الفحوصات؟ يعني كتير في ضغط بالمدارس، وخاصة بظل جائحة كورونا. يعني عم يصير في ممكن تعرضنا لفترة من إنه نحن قاعدين بالبيت، ما في دوام بالمدرسة، الدرس هو أونلاين أو إلى ما هنالك. ولكن خلينا نحكي إنه تعارضتوا شيء ضمن البرنامج؟ الحمد لله، لأنه كان كله مدروس ومنهج. يعني هلأ أنا بعتبره هو موضوع وهم، لأنه الوقت كتير كبير. بس هو التنظيم الوقت، إنك تحطي خطة، تحطي هدف واستراتيجية تطبيق هاي الخطة. ففي عنا وقت كتير، وبدليل إنه الأطفال عم يقعدوا كتير على النت، عم يقعدوا كتير على التلفزيون، في وقت مهدور. فهذا الوقت المهدور نحن عم نستثمره صح، فما في إثقال نهائيا. والفكرة الثانية إنه البرنامج اللي عم طبقه ما في شيء حفظ، ما في شيء تسميع، ما في إثقال على المرحلة العمرية، وممنهج حسب المرحلة العمرية، كله عملي تفاعلي. نحن في عنا بكورساتنا كله تطبيق عملي، عم ناخذهم على سوق العمل. يعني بالمهندس المدني عم نفوتهم على الكلية، بفوتوا على مخبر الهيدروليك، بالفيزيائي عم يفوتوا على المخابر، بالطبيب عم نفوتهم على المشافي نعرفهم على الأجهزة بالمخبري. ففي تطبيق عملي، يعني الطفل عم ياخذ المعلومة يكتسبها، وبالعكس هو فرحان عم يستنى الوقت تبع الكورس مشان يكتسب هالمعلومات. فما في تعارض نهائيا مع الدراسة، لأنه مثلا عم نعطي نحن خميس وسبت. الخميس عم يرجع من المدرسة ما رح يدرس أول ساعة، يعني من الساعة 3 للأربعة مثلا، 4:15 عم ناخد هالساعة ونص من وقته. فنحن مستمرين بالشتاء، يعني يوم الخميس ويوم السبت، السبت كمان عنده عطلة. أحيانا بناخد إذا ما في مذاكرات بداية السنة وأوقات الفراغ يوم واحد بالأسبوع مثلا. إذا أخذنا خميس وثلاثة، ثلاثة كمان ساعة ونص، ما بتوقع أنه بتأثر، بالعكس بيرجع هو متنشط ومتحفز على الدراسة. في فكرة بس حابة أقولها بالنسبة لموضوع الباحث العلمي الصغير. هلأ الباحث العلمي الصغير هي مشان استثمار الوقت المهدور على الانترنت، وهي المشكلة اللي بيعانوا منها الأهالي بشكل كتير كبير. يعني للأسف للأسف أكثر الأهالي. فنحن مشان نخرج من هاي الفجوة، إنه كيف طبعا الأطفال بمرحلة المراهقة وبالمراحل النضوج ما عم يتقبلوا منك إنه لا تعود، صعب النقاش يكون، تمام، وإصدار الأوامر المباشرة. فنحن عم ناخدهم بالباحث العلمي الصغير، نوجههم للبحث اللي بيستهويهم. هلأ مثلا عن طريق الانترنت يمكن هذا، تمام، إنه يقعدوا على الانترنت، مو ما يقعد نهائيا، بس بحدود خلينا نقول بالحالة القصوى إذا كان عنده بحث معين ساعة ونص ساعتين، نقسمهم على صباحي ومسائي، بس بيكون قعدته هادفة، هذا الوقت ما بيكون مهدور. هلأ مثلا إذا بيحكي لنا عبد الرحمن بالنسبة للباحث العلمي بالفيزياء، فنحن عم نفتح له ملف مثلا هو سجلناه بالفيزياء. طبعا كل طفل حسب تخصصه اللي هو بيرغب فيه ويبحث فيه، فهو مستمتع فيه، رح يبحث رح يقعد. يعني بنفتح له الملف ودائما بيتابع معنا اوصل ما اكثر ما توصل له العلم الحديث بالتكنولوجيا. كيف بتقدر يعني عبد الرحمن ترفضهم معلومات جديده وتبحث بهذا المجال اللي انت بتحبه؟ ايه تمام، طبعا تبعا لعديد من الخطوات. يعني الخط كخطوه اولى انه بختار البحث العلمي اللي بدي اساويه عنوان مناسب له، لحتى اعرف يعني ما اتشتت بباقي المعلومات، اعرف شو بدي اخذ. والخطوه الثانيه انه ممكن باخذ مشرف او استاذ يكون بهذا الاختصاص اللي عم ابحث عنه انا، تمام. بعدين ممكن انه لما اقتبس اي معلومه، وهي هي اهم نقطه، لما اقتبس اي معلومه اعرف المصدر تبعه، انه يكون المصدر موثوق، مو من اي معلومه بشوفها على النت بيجي باخذها انا. مثلا مرة أثناء بحثي عن الفيزياء الفلكية أنه ماذا يحدث في الكون في كل ثانية، لقيت وجدت معلومة أنه يولد 4800 نجم في كل ثانية.
عم ابحث عن المصادر عن كذا مصدر، لقيت مصدر اخر انه 4000 نجم بس انه في كل ثانيه، فهي ارقام تقريبيه تمام. فبتختلف من مصدر لمصدر، ممكن يعني انه بدي اعطيها فكره لحدا عشان ما اعطيها فكره غلط ملغوطه، هو ما يقارب فيك تعطيها. عبد الرحمن خلينا نحكي بنقطه، يمكن حسيت باثناء بحثك انك انت ممكن تمرق عليك بحث او يمرق عليك ماده او معلومه هي ما كثير مفهومه بالنسبه لك، نقلتها لاساتذتك بحثتوها سوا، تعاونتوا سوا بهذا الشق؟ ايه هلا ممكن لهيك عم اقول لك انه في ممكن يكون عندك مشرف او استاذ بهذا الاختصاص، مشان اذا واجهت معلومه جديده مثلا كبيره على عمري مثلا جامعيه او كذا، فبسال المشرف والاستاذ المختص بهالمجال. وانتم بالباحث الصغير يمكن هن بالبحث تبعهم لازم ينظموه او فقط بيرسلوا لكم المعلومات وانتم بتنظموا لهم اياها؟ لا هلا نحن عم نعطينا اول شيء كيفيه البحث مثل ما حكى انه كيف الخطوات التدريجيه للبحث. نعم. فبيكونوا مؤهلين انه عارفين كيف يتم البحث بشكل ممنهج يعني. بعدين عم يطبقوه مثل ما قلنا باشراف استاذ مختص بكل تخصص، في عندنا اساتذه والفريق اللي عندنا مثل ما قلنا خبير يعني ونوعي بهالقصص وعم يتابعهم. يعني مثلا مثل ما حكى انه في معلومه حكينا فيها موضوع الكتل بال كتله مجرد درب التباني، ممكن كتله مجرد درب التباني، فطلب منه بحث بهذا السؤال، فكان شوي ثقيل كمرحله عمريه، فكان في نقاش كثير كبير مع الاساتذه بموضوع كتله مجرد درب التباني وهالقصص. فوقت حضرت هذا البحث كثير كان شيء حلو، يعني بيضل في معلومات اضافيه بتنمي وبتطلق الموهبه اللي عنده. مثل ما قلنا هلا استرجاع المعلومه، كيفيه توليد الافكار منها، كيف هذا كله بياخذوه بالبحث العلمي، كيف ربط المعلومات ببعضها، انه انت بتربطي المعلومه اخذتي هالمعلومه ما بتحطيها عندك. في كثير ناس عندهم معلومات كثيره وبكل التخصصات بس بتحسي ما عم يقدروا يساووا منها شيء، ما عم يطلع منها شيء. نحن هون دورنا بالبحث العلمي انه يجسدها، يخرج لنا اياها بشكل حتى ولو فكره ابداعيه، يعني يقدروا يستفيدوا الاخرين منها يعني تمام. وعم ناخذها نحن اللي عندهم افكار ابداعيه بجمعيه المخترعين السوريين، ننمي لهم اياها، ممكن كمان نسجلهم بالهيئه العليا للبحث العلمي. يعني في افق تحفيزيه كثير كبيره من خلالها بتجذبي وبتحمسي الطفل انه ينتسب للباحث العلمي، يلي هي فوائدها كثير كبيره على جميع الاصعده. طب خلينا نحكي يا ست فاتن عن الكادر والانسات والاساتذه وربما دكاتره يلي عم يعطوا الشباب والصبايا، مين هن، شو اختصاصاتهم، و يعني في اعداد منيحه لحتى هي تضل 24 على 24 عم تجاوب على تساؤلات بحث الشباب؟ تمام. هلا مشان هي النقطه نحن بدنا كادر كثير كبير لانه عدد الاطفال كثير كبير، وانا عم بطمح انه نغطي عدد كبير عندنا. فكان فكره اعداد مدرب اطفال محترف. نحن عم نتوجه لطلاب الجامعه، والحمد لله بالجامعه فتحوا لي المركز الباسل بالهندسه المدنيه كمثال، اعطينا اعداد مدرب اطفال لطلاب الهندسه المدنيه بالمهندس المدني الصغير. فهو اخذ فرصه عمل مفتوحه بالسي في تبعه اضافيه بشهاده موثقه انه هو مدرب اطفال. نحن عم نعدهم انه مو اي حدا بيقدر يتعامل مع الاطفال كمراحل عمريه. صحيح. مرحله الطفوله لحال، مرحله الاطفال لحال، مرحله اليافعين لحال، وبنفس الوقت عم ينموا خبراتهم العلميه كطلاب جامعه مثلا بالهندسه المدنيه من خلال عم نعطيهم نحن المنهجية التفكير الإبداعي وكيف إطلاقه، وبيكون في دكتور مختص بالجامعة عم يعطي معنا كيف ينقل المادة العلمية للأطفال. فهي بالنسبة للمدربين، في عندنا أعداد مدربين طبعا كلهم بيكونوا خبراء وتحت إشراف دكاترة الجامعة، يعني أنا بركز على هالقصة. هلا في عندنا مثلا دكتور شفي داوود بالهندسه المدنيه، في دكاتره كثير هن اللي عم يشرفوا على طلاب الجامعه اللي عم يعطوا الاطفال. ويمكن هذا الشيء بالنسبه لطلاب الجامعه هن بيتعلموا لقدام انه يكون عندهم اليه التعليم التفكيري الابداعي الخلاقي اللي هو ما له التعليم الجامد، يعني اللي نحن ما بعصرنا محتاجين له ابدا، لانه الاطفال عندنا ليه هلا صار هن عندهم فكر كثير واسع يعني، ومن عمر صغير بتلاقيهم كثير، ولكن لازم يتوظفوا بمكان صح. تماما. كمان شوي عبد الرحمن بدنا نعرف عن تدريب الروبيك للاطفال الصغار، خبرنا عنه.
ايه اول شيء يعني من اول شيء انت كيف تعلمته؟ عن طريق الانترنت. اوكي. بحثت عنه عن طريق الانترنت وتعلمت الطريقه. فبس كنت يعني شوف حالي انه انا وصغير كنت كثير احب هالقصه انه ممكن يكون اعرف كيف حله. فحبيت انه بعد ما شفت انه دوره الكوتش الصغير انه فيني ممكن يصير حقق يعني امنيه انه بعض حقق حلمك وانك انت مدرب كمدرب يعني درب الاطفال الصغار ليعرفوا يحلوا. اول شيء يعني من علمه الاول مره اول ما تعلمت عليه قديش ضليت لحليته؟ هلا اول شيء كحفظت الخطوات ضليت 3 ايام تقريبا اول شيء. بس منيح. أي. ما وقت كثير. تمام. فنعمل لهم الكورس ممكن بده يكون تقريبا 10 جلسات اذا كان ساعه يعني لانه بده يعني خوارزميات حفظ خوارزميات وكذا حتى ينحفظ. يعني هو ما انه فقط يعني حركات نحن المشكله بنقعد بنضبط خمس ساعات. لا لا عباره عن حفظ يعني حفظ خوارزميات حركات تطبيقات. نحن عاطرينك بحلقه جاي لحتى تجيب لنا اياه معك وتعلمنا. نحن ما بنقبل ما بدنا اياك انك تعلمنا كيف طريقه فكر روبيك لانه كثير صعب. صار بدها هلا صرت سريع فيها بالوقت؟ ايه الحمد لله. لا وصلت تعمل انت ومد عيونك؟ لا مو يعني بس اخذ معي تقريبا 32 ثانيه وصل 32 ثانيه من حد. بس مو كان بالتاسع كان في انقطاع يعني ما كان في هالتدريب. هلا بالنسبه للفكره اللي قالها انه الكوتش المدرب الصغير نحن مثل ما قلنا بنعطيهم القدره على الالقاء لغه الجسد كيف يتعامل مع المتدربين كيف يقضي على الخجل كيف الثقه بالنفس هي يمتلكها كلها بعدين نطلق لهم العنان انه انت بدك تصير مدرب بشو هوايتك شو رغبتك. فكان هو رغبة بالنسبة للروبيك فصار مدرب بمكعب روبيك. ممكن بقية الأطفال كل واحد حسب اختصاصه يعني أو حسب هوايته يكون مدرب فيها. في عنا مدربين تحفيزيين مثل ما حكينا اللقاء الماضي كان في مدرب تحفيزي عم يحكي عن موضوع الغضب عن موضوع التربوي الأخلاقي. يعني وقت أنت تخلي الطفل يشارك معك بالموضوع الأخلاقي موضوع الأوامر اللي أنت حابة تصدريها له بشكل غير مباشر يكون هو مدرب معك أو يكون هو تربوي بيكون هو مصلح. يعني هي من نتائج الكوتش الصغير مثلا مدرب الروبيك أو مصلح اجتماعي أو تربوي أو معلم. المعلم الصغير مثلا كان يعطي هو بالرياضيات بالابتدائي كان يعطي الرياضيات للشعب اللي جنبه كان المعلم الصغير. فانت ممكن تستخدمي الكوتش الصغير باي مجال وتحوليه لمدرب باي مجال حسب هوايته. من الكوتش الصغير الحسره من الاطفال اللي عم يكونوا معكم بالاول بالبرنامج والله عم بلش معهم انا من 5 سنين يعني حتى الخمس سنين وقت تعطيه انت ثقه بنفسه بتقول لك انا مثلا مدربه بالحساب الذهني او انا مدربه بضل عندهم هذا الهاجس هيك بدهم يحققوا وقت عم تعرف عن حالها انه انا مدربه او انا مدربه وحده كانت انه انا مدربه بالطبيب الصغير كطفله يعني 6 سنين. فانا بدي احكي عن كورونا تعطيها مجال انه هي بتجمع معلومات عن كورونا وصارت تحكي وهي كطبيبه كمدربه. بالنسبه لليافعين مثلا انه حكوا لنا عن موضوع تحفيزي معين مثل ما قلنا موضوع الغضب بياخذوا اصلا بصيروا كمان بيبحثوا بالانترنت عن موضوع الغضب ويصيغوا بصير عندهم قدره بالتعبير وبالصياغه وممكن يعني كذا روحات كثيره هن بيلمسوها على ارض الواقع بيحبوا يبحثوا عنها كمان ينوروا الاساتذه بمواضيع ثانيه. ست فاتن نحن كثير بدنا نتشكرك وموفقين يا رب وان شاء الله دائما بيتخرج اجيال من تحت جناحكم وتعبكم بتبيض الوش مثل العاده. شكرا كثير لك يا عبد الرحمن. شكرا كثير لكم موفق ان شاء الله يا رب. شكرا. اما هلا فصار الوقت لحتى ننتقل الى استديو الاخباريه السوريه ونتابع مع بعض اهم الاخبار السياسيه مع زميلتي بشرى زيني. صباح الخير يا بشرى. صباح الخير ليا. موجز لاهم الانباء بعد الفاصل. السلام عليكم. قتل 4 مسلحين من ميليشيا قصد المدعومة من الاحتلال الأمريكي وأصيب 6 آخرون في هجمات على عدة حواجز تابعة للميليشيا في ريفي دير الزور والحسكة. وذكرت مصادر محلية أن مسلحين يستقلون دراجات نارية استهدفوا حواجز الميليشيا في قرى التشيشة والحمراء. وفي ريف دير الزور تحدثت ذات المصادر عن مقتل أحد مسلحي تلك الميليشيا وإصابة آخر في بلدة الشحيل.
اعتقلت القوات الأمنية العراقية إرهابيين اثنين في جلولة بمحافظة ديالى شرق العراق، وقالت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية أنه تم بعملية استخباراتية نوعية واستباقية إلقاء القبض على اثنين من الإرهابيين في قرية تابعة لقضاء جلولة. قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن بلادها ستعمل على إحياء المفاوضات بشأن الاتفاق النووي الإيراني، مضيفة أنها تحدثت مع الرئيس الإيراني حسن روحاني قبل بضعة أيام، وأضافت في مؤتمر صحفي أنها تؤيد الزخم الجديد في المحادثات مع إيران، معربة عن أملها في أن تكون هناك فرصة للاتفاق النووي الإيراني. كما أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن استعداده للتفاوض مع إيران حول الاتفاق النووي. دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الدول الغربية للحوار مع موسكو، مؤكدا أهمية هذا الحوار للأمن الدولي. وقال ماكرون خلال مؤتمر ميونخ للأمن: يتعين علينا أن نبني معا هيكلا جديدا للأمن المشترك، وهيكل الأمن المشترك يجب أن يشمل الحوار مع روسيا، مضيفا أن هذا الحوار يعتبر ضروريا للسلام في أوروبا. نهاية الموجز، عودة إلى صباح نغير. شكرا لك يا بشرى، وأكيد متابعين مشاهدينا بحلقتنا لليوم من صباحنا غير، ووصلنا لفقرتنا الأخيرة ميسان. وصلنا لفقرتنا الأخيرة وبتتعلق بلغتنا العربية. لا يمكن منقول تعليم اللغة العربية لغير الناطقين باللغة العربية، يا ترى شو نقصد فيها؟ مين هن الأشخاص اللي بدهم يتعلموا؟ كيف بيتعلموها؟ هل هي فقط اللغة الفصحى والكتابة أم شو هي الطرق المتبعة ليتعلموا الأجانب اللغة العربية؟ لغتنا ما سهلة، يمكن هي أبدا صعبة، ونحن عم نعاني كثير فيها اللغة. لحتى نتعرف أكثر عن تعليم اللغة العربية وعن هذا الاختصاص وخفايا، معنا الدكتورة آلاء عيسى، عضو هيئة تدريسية بالمعهد العالي للغات. سعد صباحك بجامعة دمشق. صباحكم يا أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك دكتورة آلاء. يعني خلينا نحكي ونتعرف، شو يعني إنه نحن نعلم لغة، أو كيف طريقة تعليم اللغة العربية لناس هنن ما بيعرفوا للغة العربية؟ فهل يعني انه المدرس او الدكتور لازم يكون يعرف اللغة؟ مثلا اذا حدا بيحكي انجليزي لازم يكون يعرف الانجليزي ليعلم عربي او فرنسي؟ هلا بداية بدنا نبدأ بس بتعريف المصطلح للي ما بيعرف تعليم اللغة العربية الناطقين بلغات اخرى. المصطلح يضم كل الدارسين الذين يتعلمون لغة جديدة غير لغتهم الأم، فهم يعرفون أو يتكلمون لغات أخرى غير اللغة العربية التي هي الآن اللغة الهدف التي يتعلمونها، وهو يقابل المصطلح الأمريكي الذي يطلق على تعليم اللغة الإنجليزية للناطقين بلغات أخرى. وطبعا تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى يختلف عن تعليم اللغة لأبنائها. نعم. فابن اللغة هذه هي لغته الأم، هي أول لغة يتلقاها من محيطه، وهي اللغة التي يستخدمها للتواصل مع هذا المحيط. أما الناطق بغير اللغة العربية هي لغة جديدة بالنسبة له، جديدة بخصائصها، بمفرداتها، بتراكيبها، بأصواتها. يعني هناك كثير من اللغات تختلف حتى في مخارج الحروف، توجد حروف في اللغة العربية غير موجودة في لغات أخرى. فهناك فرق بين تعليمها لأبنائها وتعليمها للناطقين بلغات أخرى. مؤكد أن هناك طرائق وأساليب يتبعها مدرس اللغة العربية مع ناطقين بلغات أخرى تختلف عن تدريس اللغة العربية لأبنائها. طبعا القاعدة الأكاديمية التي نؤكد عليها أنه ينبغي تدريس اللغة العربية الفصحى. السبب في ذلك أن العامية ستبقى قاصرة
عن او هي ابو العاميه هي بتاخذ عده لهجات تماما، يعني نحن في البلد في اللهجه عن اللغه، في البلد الواحد لدينا الكثير من اللهجات. فاذا اردنا تعليم لغه عاميه لناطق بغير اللغه العربيه، فيعني ان اخذنا اي موضوع جزئي، مثلا اسماء الاشاره، ان اردت تدريس هذا الموضوع لناطق بغير اللغه العربيه كيف ستقدميه؟ يعني في كل محافظه بيقولوا شيء وبلاد في كل محافظه هناك لهجه، نستخدم الفاظ هي في البلد الواحد، فكيف احنا ما بنعرفها بباقي؟ نتحدث عن لغه عربيه في الوطن العربي، لدينا لهجات جزائريه، لهجات في الخليج العربي، لهجات في تونس تختلف، نحن في البلد الواحد لدينا لهجات كثيره، فالفصحى هي التي تجمع وهي التي تلبي جميع حاجات المتعلمين. ستبقى العاميه قاصره عن تلبيه حاجاتهم ورغباتهم، وهنا تكمن مهمه معلم اللغه العربيه. طبعا وسالتي استاذه سؤال مهم، هل ساستخدم لغه وسيطه اترجم بها لهذا المتعلم؟ ايضا لنفترض ان لدي مجموعه من المتعلمين، من الممكن ان يكون لدي اكثر من جنسيه، فانا اذا اردت الترجمه هل ساتحدث انا كمدرسه لغه عربيه، هل ساتحدث الانجليزيه والفرنسيه والالمانيه والروسيه؟ يعني ممكن ان نكون على معرفه بلغه او لغتين، لكن معناتها عفوا دكتوره بناء على حديثك معناتها لازم اللي بده يتعلم يكون خاضع لدوره قبل، دوره تهيئيه لحتى يدخل، لحتى يتعلم أول مرة بده يتعلم بالعربي. يعني هناك كثير من المتعلمين يأتون ليس لديهم أي معرفة، أي معرفة وفوراً بتحكيهم اللغة العربية الفصحى. نعم، القاعدة الأكاديمية الصحيحة استخدام اللغة العربية الفصحى، لأن اللغات يعني أنا كمدرسة سأكون قاصرة عن معرفة جميع اللغات، وترجم ربما لمتعلم لغة إنجليزية ممكن لغة فرنسية، لكن إيطالية وروسية وألمانية ما بتواجهوا يمكن صعوبات بهي هذا الموضوع؟ وقديش بدها مرحلة لحتى يتجاوز المتعلم مرحلة أنه فهم لا شيء لفهم القليل من الشيء؟ هلأ حقيقة أكيد في صعوبات، لكن تجربة تعلم اللغات هي تجربة واحدة بكل لغات العالم. يعني عندما يأتي العربي ليتعلم لغة أجنبية إن كانت إنجليزية أو فرنسية يواجه صعوبات في البداية بمعرفة هذه اللغة، بالاعتياد على أصوات اللغة، لكن في النهاية ينتقل. يعني عندما نبدأ مع المتعلم في المستويات الأولى بتقديم الأحرف، عندما نبدأ بالكلمات البسيطة يصبح شيئا فشيئا لديه رصيد لغوي، نبدأ بالمحادثات البسيطة يعني شيئا فشيء، من مستوى لآخر يصبح لديه رصيد لغوي، مفردات، تراكيب، يعتاد على أصوات اللغة، فيجتاز الصعوبات. مؤكد هناك صعوبات، هناك مشكلات يتعرض لها المتعلم إن كانت كتابية أو نحوية أو صرفية. يعني اللغة العربية لغة صعبة، ليست سهلة وغنية وقواعدها كثيرة، لكن بالتدريج يعني نبدأ معهم بالتدريج من السهل إلى الصعب، من البسيط إلى المعقد، من المعروف إلى المجهول، يعني شيئا فشيئا. لذلك هناك تأكيد على أهمية إعداد مناهج يعني مبسطة، يعني حتى تكون مدروسة، يعني على أسس ومعايير صحيحة لتقدم لهؤلاء الدارسين. إن كانت المناهج المقدمة أو المواد الدراسية مدروسة وصحيحة تخفف أو تقلل من هذه المشكلات التي يتعرض لها الطالب الأجنبي. نعم. دكتورة خلينا نحكي بنقطة، هلأ كنت حضرتك عم تذكري نقطة أنه يتعود على السمع، يتعود على السمع، فنحن عم نحكي شيء شفهي تعلم اللغة العربية، ولكن كيف نحن بدنا نعلمهم الكتابة؟ ما زال نحن كل الوقت عم نكرس يمكن الشيء السمعي، 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 فالكتابة قد بدها تكون بمراحل متقدمة جدا من عملية التدريس أو تقديم اللغة هي عملية متكاملة. فيكون التدريس ناجح ينبغي أن تقدم المهارات الأربعة اللي هي القراءة، الكتابة، المحادثة والاستماع. تقدم المراحل يعني المهارات الأربعة لكن بالتدريج أيضا، يعني في كل مهارة نبدأ فيها بالتدريج. المستوى المبتدئ نبدأ مع الطالب بالأحرف، ممكن نبدأ بالكلمات البسيطة مكون من حرفين أو ثلاثة أحرف، نبدأ حتى قواعديا بالقواعد البسيطة يعني تدريجيا، لكن لا نستطيع مثلا أن نبدأ بمحادثات طويلة أو مفردات صعبة لطالب مستوى مبتدئ، لكن مهارات تقدم متكاملة والطالب شيئا فشيء يصبح لديه رصيد لغوي، يصبح قادر. وأنا ذكرت أننا نقدم مهارات لكن لم أقل أننا نركز فقط على الاستماع،
لكن ذكرت الفكرة أن عندما تحدث بالبداية اللغة الفصحى يعتاد على أصوات طبعا. اللغة لكن نحن لا نركز على مهارة دون أخرى. التدريس الناجح يجب أن يتم بتقديم المهارات الأربعة اللي ذكرتها، الأربعة متكاملة. القواعد، القواعد هل تدرست أيضا قواعد اللغة العربية للناطقين بغير اللغة العربية؟ وإنما أنتم بتركزوا على موضوع أنه هو المهم يتعلم فكرة اللغة بداية. القواعد طبعا تقدم، لكن المدرس هو الذي يقرر الموضوعات المناسبة للمستوى الذي يقدم في هذا هذه القواعد. مثلا هناك قواعد تقدم للمستوى المبتدئ تختلف عن القواعد التي تقدم للمستوى المتوسط، وتختلف أيضا عن القواعد التي تقدم للمستوى المتقدم. يعني نبدأ معهم بالتدريج، ممكن أنا بالمستوى المبتدئ أقدم أسماء الإشارة، بعض الضمائر أيضا تقدم، لا تقدم دفعة واحدة، تقدم بالتدريج وحسب حاجة المتعلم. المناهج الحديثة تركز على المتعلم، المتعلم هو محور الاهتمام وليس المعلم كما كان سابقا. يعني فنحن نركز على حاجاتهم ميولهم، وكدارس أجنبي أنا لا أقدم له قواعد لا يحتاجها، لن يستخدمها لأنها ستسبب نفور من اللغة. يعني اللغة العربية بحر من القواعد طبعاً، وقواعد صعبة. فأنا لا أقدم للدارس قواعد لن يستخدمها، ليس بحاجتها. نبحث بحاجات المتعلم ورغباته ونقدم له ما يحتاجه وبطرائق مبسطة وتتناسب مع مستواه. عندما تقدم بطرائق صحيحة ومتناسبة مع المستوى لن يشعر بصعوبة اللغة. نعم. وطبعا التدريبات التي تترافق مع هذه القواعد يعني هي ستسهل استخدامها، ستسهل عليه توظيفها في المواقف الاتصالية في الحياة عندما يتواصل، سيستخدمها بشكل صحيح. نعم دكتورة آلاء، بس خلينا نحكي شوي على معهد اللغات يلي موجود بجامعة دمشق. قديش هو معهد كتير مهم، قديش هو فاتح أبوابه لاستقبال جميع شرائح المجتمع كبار ولا صغار لحتى يتعلموا اللغات. وحضرتك كعضو في الهيئة، خلينا نحكي أكثر اليوم نحن عم كيف الرسالة اللي عم نأديها، إن كان بإعطاء لغات مختلفة أجنبية وإن كان بتعلم اللغة العربية لغير الناطقين باللغة العربية. اليوم مستوانا قديش هو مهم، وصلنا لهذا المستوى، قدي في جهود جبارة من الأساتذة والدكاترة يلي عم يعطوا هاي اللغات العديدة. حقيقة معهد اللغات بيتي الثاني الجميل، المكان اللي بعتز بانتمائي لإله. طبعا جهود جبارة فعلا تقدم من معهد اللغات. معهد اللغات يضم قسم تعليم اللغة العربية وقسم تعليم اللغة الإنجليزية وقسم تعليم اللغة الفرنسية، وأيضا هناك قسم اللغات يضم اللغات مختلفة، الألمانية، الروسية، الصينية، الإيطالية. وطبعا أمهر الأساتذة يدرسون ويقدمون دورات على مدار العام. في كل شهر لدينا امتحان تحديد مستوى ودورات بشكل متتابع لا تنقطع. نحن في قسم تعليم اللغة العربية أيضا نقدم دورات لتأهيل وأعداد معلمين لتدريس اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى، وعليها إقبال كبير. وهناك أيضا دورات في التدقيق اللغوي ودورات في تطوير المهارات اللغوية لأبناء اللغة. يعني ممكن في كثير من أبناء اللغة يرغبون بتطوير معارفهم اللغوية في اللغة، هذه لغتنا الأم ونعتز بها وينبغي يعني أن نكون على مستوى. أكيد ثمرات كلياتنا بموضوع اللغة أكيد العربية، لأنه أكيد ما عم نطلع من المدارس لنكون واقعيين بأن نحن أخذين كل شيء باللغة العربية. هي فعلا هذه الدورات التي تقدم تساعد، والجامعات عم تكون مختلفة. صحيح. والواحد إجباري بده لغته يهتم فيها، خصوصا يمكن حتى المتعلمين لدارسين أدب إنجليزي أو فرنسي آداب هن كمان بحاجة للغة طبعًا العربية بموضوع الترجمة كمان. أكيد هناك إقبال كبير. وميزة قسم تعليم اللغة العربية أنه يدرس ماجستير أكاديمي، ويستطيع المتعلم أن يتابع الدكتوراه، وهذا الماجستير يستقبل طلبة من كافة الاختصاصات، وهذه ميزة جميلة جدا. يعني لدينا طلبة كلية صيدلة درسوا في ماجستير تعليم اللغة العربية، طلبة لغة فرنسية، طلبة تربية، طلبة إعلام، طلبة شريعة. يعني تعليم اللغة لغير الناطقين بها أو الناطقين بلغات أخرى من الممكن أي مهتم بهذا المجال أن
يعني يتابع في هذا المجال، أن يطور نفسه في هذا المجال، طبعا بشروط المعدل الاختبارات التي تسبق مفاضلة الماجستير يتخصص بهذا المجال. ونرجع بنقول أنه معهد اللغات بجامعة دمشق فاتح أبوابه لحتى يعمل دورات لكل الناس ليتهيئوا بكل اللغات على سوية عالية جدا، على سوية عالية. طبعا يعني أنا من الأشخاص اللي جربت، وميسان أيضا كلنا مرينا بالمعهد، ونطلب أنه دائما نمر منه لنتعلم أكثر وأكثر، وخاصة اللغة العربية. طبعا ليا بس بدي أقول شغلة، أنه هو أسعاره بالنسبة للمعاهد الخاصة أكيد. هي جدا رمزية تعتبر، لأنه المعاهد الخاصة عم تكون أسعارها كتير غالية، والكتب اللي عم تتقدم هي بذات المستوى، بذات المستوى، والأساتذة الموجودين هن بمستوى جدا. أنا بدي أكد على فكرة سوية الأساتذة، يعني أمهر الأساتذة هم من يدرسون في معهد اللغات، يعني تقدم دورات فعلا على مستوى عالي وبأسعار رمزية جدا لا تقارن بالمعاهد. يعني نحن عم نحكي عن تجربة أكيد. دكتورة علاء أكيد، وحضرتك مثال للدكتورة المتفوقة يلي عم تعطي من قلبها. نحن كتير بدنا نتشكرك دكتورة علاء عيسى، وبدنا نتمنى لك مزيد من النجاح. وشكرا كتير لك، لأنه دائما السيدة السورية مأسبت حالها بجميع مجالات الحياة. شكرا جزيلا لكم، شكرا لك وموفقة يا رب، ونتمنى لكم كل التوفيق وأكيد المزيد من التألق لكل الدكاترة السوريين وجامعاتنا السورية. هون نكون وصلنا لختام مشوارنا الصباحي ليا، يعني العديد من المواضيع كانت معنا لليوم. يوم منوع كان منوع، بلشنا شوي برد الصبح، أنا هلأ حاسة أنه في كتير عملتي برونزات والشمس كتير قوية، إن شاء الله هلأ هيك يكون نيح. ما قالت لك أخصائية البشرة أنه من هون تأخذ فيتامين دال؟ أخذ فيتامين دال اليوم، بس لا أتمنى عن جد للكل أنه يطلعوا الجو شوي صار أفضل وأحسن. سنالكم هاري يا رب كله خير وصحة، وأهم شيء الصحة ندير بالنا عنها. أهم شيء. يعطيك العافية ميسان، وأنا أكيد بدي أتشكر كل المشاهدين، بدي أتمنى لكم بدوري نهار حلو إن شاء الله يا رب، الأيام الجاية تكون أحسن وظروفنا تكون أفضل بالأيام الجاية. تبهوا منيح على حالكم، الله معكم.